السؤال الثاني إبراهيم. السؤال الثاني يا شيخ، أنا مريض وحين تجيني الحالة حرارة جسدي، أنا عندي القلب وهذا يصير يفطر جسمي، هل يجوز لي أن أصلي أجاز مع المغرب والعشاء أو الظهر والعصر؟ إذا احتجت إلى الجمع، المريض له أن يجمع، إذا احتاج إلى الجمع له أن يجمع من أجل المرض. نعم.